السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة اخبارية جديدة من قناتكم طوفان اهلاوي. قبل ما نبدأ الحلقة صلي على سيدنا محمد وانزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، ويلا بينا نشوف الانترو اللي جاي ده علشان نبدأ الحلقة. النادي الاهلي يفوز على نادي غزل المحله بهدف في الدقيقه 92 باقدام محمد شريف من اسيست زياد طارق اللاعب الواعد جدا، وانتهت المباراه بهدفين مقابل هدف سجل الهدف الاول للنادي الاهلي محمد مجدي قفشه عن طريق ركله جزاء، وتعادل غزل المحله عن طريق حميد ماو، ثم سجل محمد شريف هدف الفوز للنادي الاهلي وحصل 3 نقاط. جمهور الاهلي على السوشيال ميديا تدعم بشده مشاركه زياد طارق بشكل اكبر في الفترات القادمه نظرا لما قدمه في الاوقات اللي بيلعبها مع النادي الاهلي، ولانه لاعب واعد جدا الناس عايزاه يستمر في المشاركه الفتره اللي جايه. مستشفى الاهلي ينضم ليها عضو جديد اصابه طاهر محمد طاهر بشد في الخلفيه، وينضم لقائمه مصابين النادي الاهلي. جريده الشروق التونسيه طلعت خبر قالت توقف المفاوضات بين الاهلي ومحمد علي بن رمضان بسبب المقابل المادي بسبب الاغراءات اللي بتجري للاعب من اوروبا الفترات الاخيره. تعال اقول لك مده اصابه لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي جايه. احمد عبد القادر مزق في العضله الاماميه وبيغيب 3 اسابيع، وعلي معلول شد في العضله الاماميه بيغيب اسبوع ال10 ايام، حمدي فتحي شد في الخلفيه يغيب من اسبوع ال10 ايام برضه، حسين الشحات كدم في الكاحر، ووتر اكيليس يغيب اسبوع، ايمن اشرف التهاب في الركبه يغيب حوالي 3 ايام الى اسبوع برضه. ولكن في خبر صار جدا بعد انتهاء مباراه غزل المحله بشكل رسمي، عوده محمد عبد المنعم واليو ديانج للتدريبات الجماعيه في تدريب اليوم. يلا بينا الى اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك يفوز على نادي البنك الاهلي بنتيجه 2-1، سجل للبنك الاهلي الهدف الاول عاصم صلاح، ثم تعادل سيف الدين الجزيري، ثم احرز الهدف الثاني نفس اللاعب سيف الدين الجزيري، وحصد نادي الزمالك ال3 بونت. انتهاء علاقه اشرف بن شرقي بالزمالك قريبه جدا، في صراعات بعد يوم 30 اللي جاي، واحتماليه كبيره ان اشرف بن شرقي ما يحضرش تدريب نادي الزمالك، وانه يبتعد عن التمرين زي ما عمل فرجاني ساسي الفترات الاخيره، وهيوقع عقد جديد لنادي جديد. ولكن هل هو الاهلي ام لا؟ حتى الان لسه ما نعرفش. النهارده كان الاعلان الرسمي من بايرن ميونخ وتقديم ساديو ماني صفقه جديده للنادي، وصلاح ودعه عبر تويتر على انستجرام، وكتب في التويتر دي: لقد كانت رحله رائعه، شكرا لك على كل الاوقات السعيده، واتمنى لك كل التوفيق في مغامراتك الجديده، سنفتقدك جميعا. وفي نفس الوقت ماني رد على صلاح وقال له: استمر فيما تفعل، انت الافضل يا اخي. ودي طبعا كانت اخر رساله بين الاثنين قبل ما ساديو ماني يبقى رسميا في بايرن ميونخ ويلعب الموسم القادم مع بايرن، وهيقدم مواسم ممتازة. ده رأيي لأنه لاعب مميز جدا. كده انتهت حلقتنا، بس ما انتهتش أخبارنا. ياريت قبل ما تقفل الفيديو تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. كان معكم أخوكم طوفان أهلاوي، صباحكم جميل، سلام.